السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله بفيديو جديد وقصير من قناة خواطر فكرية لتلخيص برنامج حيث نلتقي إن شاء الله بهذا الفيديو القصير والخفيف نوعا ما بخصوص العشرة وماذا يفعل الشيعة بالعشرة من هذا الشهر الكريم. طبعا مرينا بفيديوهات سابقة ببداية الفيديو إلى تسلسل الآن اللي الشيخ أحمد سلمان يوضح، وهذا هو أنصح التعبير الفائدة القصوى من هذا البرنامج، أنه يوضح أن الشيعة، طبعا أكرر وأبين، إحنا مو يعني بمكان أنه إحنا نريد ندافع، إنما إحنا نريد نهدي الناس. فبالتأكيد لما تكون الصورة المأخوذة عن الشيعة ضبابية، بالتأكيد من واجب كل شخص أن يوضح أنه يبين. فنعم احنا مو مسألة انه نستعطف الناس، يابا احنا نصلي بالليالي العشر الاواخر من شهر رمضان، احنا نقدس الرسول، ليس لدينا تحريف القرآن الكريم، ليس لدينا مصحف فاطمة، لا نعبد التربة، لا نعبد القبور. هذه هي مو تبريرات بقدر ما هي توضيحات للناس الذين نريد ان نهديهم لنور محمد وآل محمد. لذلك بهذا الفيديو ان شاء الله سنستعرض هل الشيعة يقيموا العبادة في شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان أو لا؟ نستمع إلى إجابة الشيخ أحمد سلمان بهذا الخصوص. من جديد معنا. بالنسبة للشيعة، هل نفس الشيء العشر الأواخر تعتبر من الأيام الخاصة وتعتبر أيضا من أهم أيام السنة لعله؟ لا شك أن للعشر الأواخر من شهر رمضان فضل عظيم، وهي من أهم أيام هذا الشهر. ولعل الحديث الذي ذكره سماحة الشيخ هو قريب جدا من الحديث الموجود عندنا المروي عن فاطمة الزهراء عليها السلام، والتي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخلت العشر الأواخر يطوي فراشه ويوقظ أهله في الليل. طبعا يطوي فراشه كناية أنه لا ينام تلك الليالي ويقضيها في العبادة وفي الدعاء، ويوقظ أهله أي يحث أهل بيته على الطاعة في هذه الأيام. ولعل تشديد العمل في هذه الأيام هو من باب أن شهر رمضان مضى ثلثيه، وقد قدمنا، ومن الجيد التذكير الذي حصل، قدمنا أنه الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، فالإنسان يضاعف الجهد في هذا الشهر لكي لا يكون من الأشقياء. فلذلك تكليف كل مسلم ومسلمة في هذا الشهر أن يضاعف جهده، لا أن يفتر كما ذكرتم، وكما بالفعل يحصل أن يفعل أشياء أخرى، أن يعطي كل الوقت لأشياء أخرى عوضا عن التعبد في هذه، يعني هذا البلاء من أول الشهر. عادة الإنسان يهتم بالمسلسلات، بالزيارات، وطبعا آخر الشهر تدخل قضية التسوق والاستعداد للعيد. نعم، وينسى أن هذه الأيام هي أفضل أيام العبادة وأفضل أيام التقرب إلى الله. ووارد أن الله عز وجل يعتق في كل ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان في الليلة الواحدة مقدار ما يعتقه في باقي كل الشهر، يعني في الليلة الواحدة أكثر من 20 يوم من الأيام السابقة. طبعا ملاحظة مهمة وهذه يغفل عنها كثيرا، العشر الأواخر لا تبدأ بليلة 20، لأنه إذا شهر رمضان قد يكون 29 يوم، فقد يبدأ من ليلة 19 من رمضان، فهي من 19 فصاعدا وليس من ليلة 20. شو رأيك في القول ذي يا شيخ؟ لا، على التعداد يصح. يعني إذا كان رمضان 29 فيكون العشر الأواخر بداية من ليلة 19. ولكن في ربط مع ما قاله الشيخ في ملاحظة مهمة جدا وردت في الروايتين، الرواية المعتمدة عند الشيعة والرواية المعتمدة عند السنة، وهي يوقظ أهله. ويوقظ أهله هذه مسألة مهمة جدا، وكأنها في ربط بقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فمهم جدا هنا
انه رب الاسره او رب البيت او الزوج او الاب يقولوش بما يقول رب الاسره او رب البيت يعني هي كلمه رب يعني كلمه رب في تونس دائما اقترنت بال رب الرب هو السيد المالك المتصرف فلغه سيد البيت الاب رب البيت اما ان يكون كوني عند ربك واما نعم واما ان يكون سيده واما ان يكون مالكه واما ان يكون المتصرف فيه فكلها ينطبق عليه هذا فرب البيت او الاب لانه ساعات يكون رب الاسره مش الاب ساعات يكون الاخ الاكبر نعم ساعات يكون الجد نعم فهذا علاش نقول احنا رب البيت لانه سيد البيت سيد البيت مامور في هذه العشر الاواخر كما يعني دل على ذلك الحديث مطلوب مطالب منه ان يجتهد وان لا يقتصر على نفسه بل ان يحث اهله وان يوقظ اهله ما معنى يوقظ اهله لفظ يوقظ يقومهم من النوم كانوا نيام ومتى يوقظ الناس بعضهم بعضا في الليل يعني هم كانوا نياما فأيقظهم وهذا يعني فيها حث على أنه تجتمع العائلة على العمل الصالح في الليل في العشر الأواخر في العشر الأواخر ولذلك احنا عندنا في تونس سائر بلداني أهل السنة ما يعرفوا بالتهجد صلاة التهجد حياكم الله من جديد مثل ما استمعتم هذا هو الغرض الأساسي من قناة خواطر فكرة وترويجها وترويج أو كلام الشيخ أحمد سلمان إنه إحنا ما نريد نبرر للناس وما نريد نثبت لهم الله إحنا من المسلمين أبد والله مو هذا الغرض من للأسف بعض التعليقات تأتي إنه أنتم دفاع 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 يمتى تهاجمون يمتى تبينون عقائدكم يمتى ويمتى هذا هو جزء من تبيان العقائد لكن بعبارة أدق إنه إحنا بدل ما نتجاهل هذه الشبهات ونجعلها سائدة على الشيعة في تونس في الجزائر في مصر في السودان في ليبيا في موريتانيا في باقي الدول ينبري مثلا الشيخ أحمد سلمان أو أحد محاوري ومشايخ الشيعة لله برهانهم لتوضيح هذه الأمور فأعيد وأقتبس هذه الجملة مرة أخرى نحن لا نبرر بقدر ما نوضح للناس الذين نريدهم أن يدخلوا بدين محمد وآل محمد هذا هو فيديو اليوم هذا ملخص اليوم وللطيفة الحديث عن السيدة الزهراء عليه السلام الذين دائما ما يقولوا هؤلاء الوهابية والسلفية الذي دائما ما يتهمون الوهابية والسلفية بأننا لا نروي عنها أبدا وينسوا ويتناسسوا الحديث عن السيدة الزهراء وعن غيرها فالحديث هو واحد مجرى واحد من الإمام المهدي وصولا إلى الإمام أو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لكن هذا الحديث عن السيدة الزهراء بالخصوص هذا هو فيديو اليوم هذا هو ملخص اليوم انتظرونا ان شاء الله بفيديوهات قادمة الى ذلك الحين انتظرونا خادمكم ومحدثكم علي وفي امان الله.